عصام، نروح بقى لحبيبك محمد صلاح، ويعني مشاركته اكيد في مباراه قويه ضد مانشستر سيتي اكيد ممكن تعمل ارجحيه شويه لفريق ليفربول. حضرتك قلت ان هي 50-50، وفي الاخر حضرتك قلت ممكن تكون 51-49 لفريق مانشستر سيتي. هل حضرتك شايف وجود محمد صلاح مع فريق ليفربول في الموسم الحالي؟ ازاي حضرتك شايف الاضافه الكبيره اللي محمد صلاح بيضيفها الى فريق ليفربول؟ وازاي كمان بعد اصابه هاري كين ممكن يوصل للقب الهداف، ولا اجويرو ممكن يكون قريب للقب الهداف كونه واحد من اعظم اللعيبه اللي موجودين في الدوري الانجليزي؟ وايضا مباراه مانشستر سيتي، هل بيب جوارديولا اتعلم من الخطا اللي وقع فيه في مباراه ليفربول اللي كانت سبب في خسارته الوحيده في الموسم الحالي في الدوري الانجليزي؟ والله اول شيء معناه صلاح لنتفق والله فخر كبير، معناه واحد طبعا لحمه يقشعر كيشوف لاعب عربي بهذا الامتياز. احنا اللاعبين العرب اللي لعبوا على مستوى عالي في الشامبيونز ليج اثنين ثلاثه، فيهم رابح ماتجير، فيهم نور الدين النيبت لما لعب سيمي فاينل مع ديبورتيفو لا كورونيا في بدايه الالفيه تقريبا في 2004 وقت خرجوا في السيمي فاينل من بورتو، وعندنا حاتم الترابلسي لما كان في اياكس وكان حد ربع النهائي. ذكروني لكن ما فماش ملاعبيه وصلوا برشا الادوار المتقدمه في الشامبيونز ليج من العرب. فالاجماع على محمد صلاح الموسم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، موسم 2017-2018 الفنيين اللي يسمعوا فيا ممكن يشاتوني الراي، تطور كبير ياسر في المستوى، راجل خدم على روحه حط في قلبه، رجع للدوري الانجليزي من بوابه ليفربول بعد ما كان تشيلسي ممكن كان قامعه جوزي مورينو وما فهموش وما خرجش منه اللي في مخزونه وفي مكنونه. صلاح في ليفربول لقى راحته مع يورجن كلوب، لقى مع ساديو وفيرمينو ثالوث ناري، لاعب معناه تحول ماشي ويتطور. الحمد لله ان ثم حاجه ايجابيه في مشوار صلاح الاحترافي، انه لاعب بدا من الصفر تقريبا اللي هو من فريق بازل، تجربته السويسرية نفعته برشا ثم تطور. تشيلسي ما مشاش مليح، انا نقول مورينيو ما عطاهش الفرصه، مشى الدوري الايطالي هو الاصعب في العالم. فيورنتينا بدا يسمع صلاح اسم محمد صلاح، مشى روما فريق فيه ضغوط كبيره فريق العاصمه والكوربه السود ونجح وابهر، جاء ليفربول تبارك الله ماشي في نسق تصاعدي ما شاء الله. في ليفربول الارقام تتكلم راه عمر ما تقدرش، اللاعب المؤثر الاول في ليفربول بالنسبه لي انا توا وقلتها ونعاودها محمد صلاح في ليفربول. طيب يعني اكيد هنكمل المكالمه مع كابتن عصام الشوالي، واحد من يعني اكثر المعلقين استمتاعا، وكلنا مش بس اهلاوي، لا ده كل الجمهور المصري بيحب كابتن عصام. ادانا معلومات قيمه جدا واتكلم على اهميه محمد صلاح في فريق ليفربول وازاي هو شايف قرعه الشامبيونز ليج. توقع زي ما احنا قلنا، احنا بنتكلم على الورق ان برشلونه الاقرب وفريق بايرن ميونخ قريب جدا، اما فريق يوفنتوس اتكلم على نقطه ممكن يكون حضراتكم ما خدتوش بالكم منها، ان هو بيتكلم على فريق يوفنتوس حظه وحش جدا في النهائيات، النهائي امام فريق برشلونه خسره وامام ريال مدريد خسره، فبالتالي فريق يوفنتوس في المباريات اللي بيكون فيها ذهاب واياب بيبقى مختلف تماما، فممكن يشكل خطوره على فريق ريال مدريد. ايضا نتكلم على مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، في الاول قال 50-50، واتكلم زي ما احنا قلنا ان فريق مانشستر سيتي حسم بطوله الدوري، فبالتالي هو كل تركيزه دلوقتي هيكون في بطولة الشامبيونز ليج، وان ممكن جوارديولا يعمل روتيشن او يعمل بعض التبديلات، يلعب في باشخاص او بلعيبه معينين موجودين في بطولة الدوري ويستغل بعض اللعيبه التانيين اللي هيكونوا طبعا على قدر كبير من طبعا المهارات الفنيه العاليه جدا. طيب كابتن عصام رجع لينا تاني. كابتن عصام حبيبي عمر، مرة أخرى أنا آسف على لا طبعا وفصل وقطع. طيب حضرتك احنا كنا بنتكلم على محمد صلاح. أيوه نعرف ظروف المباراة وين وصلت في صلاح. كابتن عصام. ألو؟ حبيبي. احنا كنا بنتكلم على محمد صلاح والخط قطع. وين وصلت انا عند محمد صلاح؟ بنتكلم على محمد صلاح انه هو مميز جدا مع فريق ليفربول، يورجن كلوب اضاف الكبير
اضاف الكثير جدا لمحمد صلاح، وان محمد صلاح قريب من لقب الهداف بعد ما هاري كين طبعا تمت اصابته. فبالتالي عايز اعرف راي حضرتك، هل شايف مين الاقرب للقب الهداف، هل محمد صلاح ولا اجويرو؟ بس انا قبل الهداف ملاحظتي انه صلاح مشواره من تشيلسي لفيورنتينا، وبدا مرحله من الصغير بازل، وبدا يكبر وبدا يتطور، وصلت المشاهد قبل وصلت طبعا. احنا متابعين مع حضرتك طبعا، وكنا قبل الخط قطع اتكلمت ووضحت راي حضرتك في كمان القرعه. ما فصلت الخط بس انا حبيت اقول انه محمد صلاح يعني بالنسبه لليفربول 50% من فريق ليفربول. جاء وقت احنا العرب قلت في اخر مداخلتي انه عندنا عقده النقص، لازم نرفع روسنا، وعلى المستوى الكروي جاء وقت عندنا لاعب عربي اسمه محمد صلاح يمثل 50% من فريق عظيم والعظمه الله وكبير اسمه ليفربول 5 مرات شامبيونز ليج. انا بالنسبه لي يعني محمد صلاح مثل ما كان ومثل كيفن كيجن في السبعينيات لفريق ليفربول، ومثل ما كان تيم دارجليش في الثمانينات الرمز الاول لفريق الاحمر، وهذا شرف كبير. بالنسبه الان اللقب الفردي تسمع فيه عمر صلاح. حضرتك شايف مين اقرب، محمد صلاح ولا اجويرو؟ لا محمد صلاح يلزم يستغل الفرصه التاريخيه، وهي فرصه تاريخيه لصلاح وللعرب انه لاعب عربي يفوز بالحذاء الذهبي الاوروبي، لانه صلاح 24 هدف، ليونيل 24 هدف، ثم ليفاندوفسكي 24 هدف، ثم ايموبيلي في بلاد الطليان في 21 22 جول، ادوير 21، مع غياب هاري كين اللي تقريبا عنده نفس الارقام بتاع صلاح يسجل كل اسبوع كثير هاري كين. انا يدورني الفرصه نشجعوه ونتمناه ونقول له يا صلاح راهي فرصه عمرك انك تتوج بالحذاء الذهبي الاوروبي، يعني هداف اوروبا الاول، وامام من؟ امام ميسي واجويرو وايجواين وليفاندوفسكي وكريستيانو، معناها شيء ممكن لا يصدق لو تجي تحكي لانه في يوم من الايام لاعب عربي ينافس على هداف البريمير ليج وهداف الدوريات الاوروبيه الكبيره يقول لك برا تغطى ونام. الان بفضل الله ثم محمد صلاح حقيقه شيء يعمل كيف، وان شاء الله كنا مساندينه انه الخطوه هذه حققها ويختت فرصه عمره. وانا قلت ونعودها الفورمه هذه بتاع صلاح اذا يوصل بها للمنتخب المصري في شهر 6 في موسكو ممكن مصر معناها انجح في تجاوز المجموعه الصعبه بالفورمه بتاعه ان شاء الله. طيب هاخد حضرتك، يمكن حضرتك سبقتني